هذا وأعرب معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب عن بالغ التقدير والامتنان وعظيم الشكر والإشادة بتوجيهات جلالة الملك المفدى، وأكد معاليه أن التوجيهات الملكية السامية لقيت كل الثناء والإشادة من شعب مملكة البحرين وممثليهم في مجلس النيابي، وهي محل فخر واعتزاز من الجميع، وتأكيدا على حرص الملك المفدى على رعاية مصلحة الوطن والمواطنين وضمان المستقبل الآمن وتعزيز قيم التشاور والتوافق والشراكة في صناعة القرار الوطني والتواصل الفاعل مع المواطنين والمؤسسات والوسائل الإعلامية. وكشف رئيس مجلس النواب أن الأيام المقبلة ستشهد اجتماعات مشتركة بين ممثلي مجلس النواب وممثلي مجلس الشورى مع ممثلي الحكومة الموقرة، تنفيذا لتوجيهات العاهل المفدى لبحث كافة المريات والسبل الداعمة لتطوير عمل ومستقبل الصناديق التقاعدية وضمان الوفاء بالتزاماتها المستقبلية. وأشار معاليه أن السلطة التشريعية وبالتعاون المثمر مع السلطة التنفيذية سيواصلان في استكمال المشاورات في هذين القانونين بكل تأن وحرص، وبمشاركة المؤسسات المعنية تحقيقا للتوافق الوطني بين الجميع وفقا للتوجيهات الملكية السامية، مشيدا معالي رئيس مجلس النواب بالجهود الكبيرة والحرص المتواصل والمتابعة المستمرة من سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد.